سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ الامور ديالكم مزيان؟ فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد، صحيحه جديده ان شاء الله يا ربي. تنقول لكم كي دايرين، لاباس عليكم؟ راك عواشركم هانين مهنين ناشطين ماشطين، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا لا فيديو ديال خصكم سعاد. المهم جيت باغا ندوز معكم واحد الفيديو، يعني قبلوا عليه، يعني كل حاجه خديت لكم منها شويه صافي. المهم انا اول حاجه غنبدا لكم بواحد واحد لاصوص ديال مطيشه. المهم طيبتها، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، كنت شرقتها معكم في الفيديو السابق بلي راه طايبه، ودابا عاد باش دزت. المهم هنا انا طحنتها، جايبه مطيشه ديال بالزوج العوده ولا المطيشه الطويله كلها باش تيسميها. المهم دابا مطيشه تبارك الله موجوده وعاطيه، نستغلوا هذا الوقت ديالها. واللي باغي يدير منها بحال كصوص ديال بيتزا طحنوها بحال هكا لاصوص. المهم تتنفع في اي حاجه درتوها تتنفع في هذا الوقت. واحد النهار اختي ما كانش عندك الخضره، تتجبدي وديري لاصوص بحال هكا مع الحوت، يعني مع بزاف ديال الحوايج راه تتنفعك. صافي هنايا راه البنات كما قلت لكم طحنتها وصفيتها ودست باش ندير تفاد كاقتراح بحال هكايا هاد المولات هادو. المهم هادو غنديو للثلاجه، وهاد المولات هادو كنا تنجيبو الرايب وتنجيبو الحكاك مغشيين فيهم، وانا ما ترميهم تنخزنها مع البنات. المهم اي حاجه اختي خزنتيها راه تنفعك في هاد الوقت. المهم درت فيهم ديك مطيشه، ودرت مطيشه في ديك البلاستيكات وبحال هكا هي. المهم تجي القضيه زوينه وسهله، درتهم في المجمد. وهنايا بنتي الصراحه كانت تدير لينا في اللاطه. المهم انا كنت تنطحن صبتها صافي صايبتها، كنت باغا نصورها معكم للعشاء ولكن صبتها صافي يعني قاد داك الحوت. المهم هنا عندنا الحوت كابايله داك الغليظ. المهم شهر مليح تبارك الله العيالات راه كاع حاد كاع تيعرفوا يطيبوا. المهم شراكو معكم حنايا غير العشيوه ديالنا. المهم دارت هنايا بطاطا بفلفله مطيشه والفلفله الخضره والفلفله حاره، وديك كابايلا راه شرملت على حقها وطريقها. ايوا شرملت ديك البطاطا تا هي وديك الفليفله صايبات في هاد اللاطا، ودارت الحامض من الفوق. وهنا راه كيما قلت لكم كابايلا راه شرملت مزيان، يعني عرفتوا راه تجي بنينه البنات. المهم كانت عندي في المجمد وجبدناها بحال هكايا، وقلنا نديروها العشا تاعينها يعني هكذا تجي زوينه كيف كيف هكا كيف القالي، يعني القالي راه ولا غير صحي. ايوا كدرناها في لاطا ولات تجي البنات كابايله غزاله. وهنا مول الدار ما تيبغيش البطاطا، واصلا هو تيخدم يعني ما تيجيش بكري يعني تيتعطل. درنا ليه طويجين عيب واحد يجو فيه البصله، البصله ومطيشه والفلفله مقرطين، وديك كابايله والحامض هكايا مصير، وصايبنا شويه الزعلوك حتى هويا. المهم واحد العشيوه بسيطه ولا تشوفوا بحال هكا كي راه عشيوه زوينه. واختي دائما من القليله تتخرجي من ايدياتك العسل والكثير اختي. المهم تاكلي انت ووليداتك داكشي اللي قسم الله، ولو شي حاجه بسيطه ولكن راه شي حاجه اللي هي زوينه. والانسان دائما يدي باني بداكشي اللي قسم ليه سيدي ربي، وهادشي اللي كاين احبابي. المهم دارت امي ما هو تيطيب، وراها تتحرك الزعلوك حداه. ايوا كيما قلت لكم الاحوال ديالكم طيبه، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. والانسان دائما يدي باني راسو وليداتو فاش ما عطى الله، ماشي باش تختي نديرو المحمر المجمر. والله الا الكابيلا اللي كنت خازنها في فريكو. المهم درنا ربعه الواحد شويه كنا تبارك الله عاد تصوير ما عطيهاش حقها، عطي واحد كابيلا كبيره وبنينه تبارك الله مهبره غزاله تجي في اللاطه واعره. هنايا انا تعجبني الزعلوك هكا مع فيه الفلفله ومطيشه والثومه تيجي زوين. انا اي حاجه الا الزعلوك تيحمقني الزعلوك البنات. المهم ضروري ديرو ضروري اما بالغدا يا العشاء بحال كترافقوا بحال مع الطاجين مع المريقه. وهنايا العشيوه ديالنا اللاطه ديالنا طابت كما قلت لكم، راه خديت لكم عي لقطه لقطه وصافي. المهم هنايا راه جات لواحد اللاطه بنينه، ودارت لينا امي مشلاضه بالفلفله ومطيشه البصله ومطيشه
وداك زعلوك خبيز ديال الدار، اللهم اهدي من رحمه واحفظ من الزوال اخوتي. وهنايا تبارك الله، الله سمعينا اللي تتشهى واللي تتوحم، خيركم في ديوركم نتوما مالي الجيده والموجوده. ودائما دائما تنقول لكم اختكم سعاد اللي باقي ما اشتركش نزل اشترك، فعلوا المربع الاحمر والجرس باش يوصلكم كل جديد ديال اختكم سعاد فضلا وليس امرا. المهم هنا بديت لكم في الليل وغنكمل لكم بالنهار. المهم هنا يا نوت باغا نصب الغديوه ديالنا. المهم درت الكوكوط فيها الدجاج، هنايا درت لي ماما الغديوه ديالهم بالبطاطا والجلبانه والزيتون. المهم ريقه عقوي ميله على حقه وطريقه اختي. وانايا ما تناكلش حق الجلبانه وخيزو داكشي حلو عليا، درت لي طويجين بشويه دجاج وشويه اللفت المحفور او الغبري وقرع كورجيت والملوخيه، تيجيو البنات واعرين واعرين والله، تيجي واحد تجي واعره ديك الملوخيه مع بحال هكا في الطاجين تجي زوينه. المهم هنايا كيما قلت لكم معطيشه هنايا عندي جامده تتحيد البنات بسهوله. شوفوا البنات هكا تبقى كاقتراحات. المهم دوك الضامات ديال الماء ديال الثلج تندير فيهم دائما انا معطيشه بحال هكا، تجيني بحال هكا اللحوم في الكويميله ولا في الطويجين. وبالنسبه لهادو ديال الرايب بحال هكا تبغي نديرو ليه باط، راه تبارك الله راه دير فيهم جوجات بحال هكا ديرهم في الحريره، راه تبارك الله خير وتتجي زوينه بحال هكا. اقتراح تنشاركو معاكم. تبارك الله العيالات راهم كاع حاقدين وكاع العيالات اميرات اختي في الدور ديالهم الله يحفظكم ليا. المهم تيبقى كاقتراح وصافي. باغا دير اختي لي باط، باغا ديري بحال هكا يا الروز الحريره. بالنسبه لهادو تنبغي نلوحهم بحال هكا بعدا مرات في الزعلوك في الطاجين او في الكاميله تيجوني ساهلين. وهنايا غادي نسد معكم النهار ديالي كامل ان شاء الله ولو كيما قلت لكم لقطه لقطه. المهم هنايا كنت باقا ما عاجناش، خير عندي الخبز للدار ولكن ما تعجبنيش العجينه ديال العشيه. المهم هنايا حطيت الطحين كيما شفتوا راه تعير كيلو ديال العبار تسالا واخر الشهر كلشي تيخوى. المهم جبت واحد جوج كيلو ديال الطحين والحبيبه الحرشه والزرع كان عندي شويه القمح في الدار كبيته في القصريه. ايوا وعجنت اختكم واحد ديال الكنيت والله الا تندلكو عروقاتي تتساكف صراحه، ما كاينش ما احسن من العجينه ديال اليد شي حاجه، واخا يدي تضرني تيعجبني العجينه جنب يدي هكايا. المهم ديك الطريقه البنات اللي درت الى بحال هكا بالنسبه لايدي تضرني تنعجنها ونكب عليها واحد شويه الماء ونديرها بيدي بحال هكا ونخليها 5 دقائق ونرجع ندلكها مزيان تنصيبها بحال عجينه الشفنجه البنات تماما. وهنايا الغديوه ديالي راه طابت ديال ماما امانه ديالي باقا تطيب، حيت كيما تتعرفوا الطاجين راه تيبغي خاصك تنقصيه عليه البوطات والطواجين ديالي كيفاش جا بالملوخيه والقرعه كورجيت والبطاطا الحلوه ولفت الغبري. وهما بالنسبه درت لهم البطاطا وخيزو والجلبانه جات واحد المريقه ما نقولش لكم عليها كيفاش جات بنينه. وهنا كان عندي الخبز ديال يعني ديال المخبازه، كنا مشينا للبحر وبقى ليا وحطيتو لي معلاش غنضيعو، ضيعها حرام وما يبغيهاش سيدي ربي، يعني اي حاجه في هذا الوقت ما يمكنش لك تضيعها اختي. وهنايا تغديت اختي عاد باش تسقى راس العجينه، شو تبارك الله كيفاش جات راس القصريه فاضت. وهنا الخبز ديال الزرع اصلا تيجي بنين اختي. صافي هنايا دزت قطعت العجينه ديالي وكرست صافي واحد شويه صافي. بالنسبه للزرع راه ما تيبغيش يبقى يخمر بزاف، غير واحد شويه ودزت نكرس العجين قصد زعما نخبز. ومن في العشيه تيبقى لي الخبز سخون، هادشي اللي كاين صراحه. انا البنات الحراره الايام والله لا اله الا الله، والله يلطف بينا يا ربي، والله يلطف بينا والله يصايب والله يسمح لينا يا ربي. المهم هنا راه دايزه فاش ما عطا الله البنات. المهم نطلبوا سيدي ربي يبرد علينا ليها يا ربي ويغفر لينا ويسمح لينا، هادشي نطلبوا سيدي ربي. المهم هنا سمحوا لي راه شاده بيد تنقرص بيد
هادشي اللي كاين داكشي علاش مابقيتش يعني تنصور معكم بحال كروتينات بزاف يعني على ودي التريبوله بقى ما خديتهاش. اي والله يصايب يا ربي والله يرزقنا من عنده يا ربي حبيب. وهنايا راه تنتعذب في التصوير. المهم نتمنى من الله نتوما ما تبخلوش عليا باش تشوفوا كيفاش نتعدوا باش نشاركوا معكم اليوميات ديالنا. وتنقول لكم اخواتاتي مرحبا بكم بقناتي وقناتكم يوميات سعود ياسين. وهنا يا اختي راه ملي طيبت الخبز حيدت وحده كبيره وطيبتها بحال هكا يا طيبتها في المقله ناشفه البنات ودهنتها بالزبده بلديه والله الا وحمرت كويسيلاتي. اي والله الا عطيتي واحد الخيمره ولا جات زوينه وبنينه مع ديك الزبده بلديه جات ما نقولش لكم عليها. ايوا هذا هو الخبيز زوين كدرت سبعه الخبزات. المهم خبزه راه درتها كبيره هي اللي طيبت في المقله وهادو راه طيبتهم في الفران ديال الدار. ايوا هادشي اللي كاين نتمنى من الله الناير يعجبكم وين الرضه ديالكم. وهنا كنت نشارك معكم حتى العشيوه ديالي. المهم درت واحد البرمه ديال الحريره واخا ما صورتش معكم كلشي. المهم هاد اللقطه وصافي يعني صافي التليفون كان دي شارج ليا حمر وعاد واش جلست تنقص صافي تطابت الحريره وجدات ما بقيت تصور لكم. المهم دائما خصكم سعاد تشارك معكم اي حاجه درتها ونتمنى من ليكم كما قلت لكم اللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك فعلوا المربح شارك باش يوصلكم كل جديد. ديال خصكم سعاد فضلا ولا يس امران. المهم هذه الحشيوه ديالنا واحد البرايمه اللي رفطرنا منها وتعشينا منها جات هذه البنات راه من ديك مارطيشه اللي طيبت هذه الزور العوده راكم عارفين هذا تجي الحله ديالها حمراء وبنينه وحامضه تجي الحله ديالها زوينه. ونتمنى من الله الاقتراح ديال هاد النهايره هادي عجبكم ونشرك لكم النهار مع الليل. ايوا صافي قبل اليوم ميمي ديالي المشيشه ديالي الزوينه ديالي قالت حدايا في الشرجم صراحه البنات هما مسكن تيجيهم الصاد عرفتي ها غادا تيشد في القنت بغيت ما غتفجليش. ايوا تنقول لكم تحياتي لخوتي المغاربه داخل المغرب ولا خارج المغرب ومن طنجة حتى لكويره وجميع الدول العربيه كاملين اخوتي تحياتي ليكم. كي دوزتو عايشه ورا كي دوزتو الحوايج ديالكم والله الا باغا نحط لكم الفيديو ديال يعني ديال عايشه ورا ولو غير لقطه لقطه. المهم ان شاء الله يا ربي اش غنقول لكم الله يحفظكم ليا بارطاجيو لخوتي القناه مع الاصدقاء ديالكم والناس اللي عزازين عليكم طبعا وعاونوا اختكم صعب في المشاهده والدعم ديالكم. تنقول لكم استودعكم الليله الذي لا تضيع ودائعه.